الخلعة طلقات الوردة من إيديها وهي تقول أنت؟ قال آه أنا. مالك يا هاد الحمقى؟ شفتي جن؟ قالها ببرود عكس مشاعره اللي تخلطات. نور قالت نشوف جن وما نشوفش وجهك. قالتها وهربت. شرارة الغضب طلعت لعينيه بسبب كلامها وقال وقفي، خلاها تزيد تهرب. مازال انزل الحارس كيجري لسيارته. قال سيدي مالها سرقت ليك شي حاجة؟ جوزيف قال جيبها لي وخا تكون تحت الأرض. وصل قصره وكانت علامات الغضب باين عليه، عروق رقبته باينة، كيمشي هنا ولهيه. قال غير باللاتي عليك المتشردة حتى تجيبين إيدي، غندمك على النهار اللي تولدتي فيه. وفي غرفة في السطح كانت ملاوحة فوق سرير قديم كتسترجع أنفاسها. ناري هذاك الوحش كان غادي يشدني، كل راح يد لي الجلد ديالي على العظم. لا باس من اللي قدرت نهرب من هذاك المجرم، أكيد غادي يكون قتال. أصلا الشكل ديالو ديال قتال. يا لطيف عليك القتال، خسرت كاع السلعة ديالي، أشنو غدا نبيع أنا دابا؟ حلات عينيها على صوت مرعب كان جارها هذاك الوحش وهي كتحاول تنطر منه، ولكن من دون جدوى. جسدها ضعيف بزاف مقارنة معه. غير شافت بوابة القصر وحسات براسها غديرها في حويجها. دفع هذاك الحارس لاحا حتى طاحت عند رجلين السيد، في حين هزها من شعرها حتى وقفات بالسيف على رجليها وقال شديتك المتشردة. قالت اي عفاك، طلق مني، طلاق دريتيني. ابتسم وقال هاد الشي اللي بغيت الغزالة. كمل كلامه وضربها بطرشة عينيها عمرو بالدموع وقالت اسمح لي يا عفاك، ما تقتلنيش، راني خدامة على والدية وعشرة دخوتي صغار. قال ليها شوفي فيا. هزات عينيها والدموع فيهم، كانت كتسنى يعفو عليها وهو يقول كدابة. قالت أنا إلا كان حلف ليك ما كان كذب، خوتي في الدار وبابا مريض وماما. ما كملاتش هدرتها حتى هزها من شعرها وقال ما تبقايش تكذبي يا هاد المكلخة، عينيك فاضحينك. بدات كتنخصص، بتاسم وطلقها وجات للأرض وهو يقول سمحت ليك. قالت بالصح شكرا. قالتها ليه وجمعات الوقفة باش تمشي وهو يقول وقفي. صمرات في بلاصتها وقالت اشنو تاني؟ قال سمحت ليك على كلامك دي الصباح، ماشي سمحت ليك على تخرجي من هنا. دارت لجهته كان واقف وهو يقول سمحت ليك بشرط. نقزات وقالت اه غير شرط، اللي شرطتيها عليا نديرها. قال ليها غدا تبقاي هنا، غدا تخدمي هنا في القصر عندي. قالت كيفاش؟ شنو قلتي؟ قال ليها اه كيف ما قلت، غدا تخدمي هنا. وهي تقول اويلي واش بغيتي تسطيني؟ كيفاش غدا نخدم في هاد القصر قد هكا بوحدي؟ قال ليها اولا كاين خدم غادي يجي غدا، انتي غدا تخدميني انا، اللي بغيتها تجيبيها لي وفين ما بغيتك نلقاك. اوكي ثانيا ما كان بغيش نعود هضرتي جوج مرات، يلا تحركي من حدايا دابا، سيري صايبي ليا قهوة وتكون قاصحة حيت راك ضريتيني في راسي. خلاها ومشى، كانت علامات الغرابة كتبان عليها. هذا غير شوية كان كيضرب فيها ودابا بغاها تخدم عنده. هزات كتافها ومشات الكوزينة وقالت أنا أصلا كنت محتاجة للخدمة، حسن ما نبقى واقفة النهار كامل قدام ستوبات. ابتسمت وكانت القهوة وجدات دارتها في فنجان وداتها لي وقالت أويلي فين هو بيت الشيطان؟ قالت سيدي أسيدي وهذاك الشيطان. وقف زغب جسمها من اللي سمعته موراها. ابتسمت بخوف وقالت ها قهوتك سيدي. خدم منها الكاس ودخل الغرفة اللي كان واقف في الباب ديالها، تبعاته خطوة للأمام وتراجعت. قال ليها دخلي. ترعدات منه، لحد الآن صوته المرعب كيخلعها وكيركب فيها الخوف. جلس فوق أريكة فخمة
كيشرب في القهوة وكيشوف هادي اللي نسات وجوده وكتدور عينيها، كتشوف فخامة هاد الغرفة حتى خرجها من سهوتها بسؤاله: شنو سميتك؟ قالت: أنا سميتي نور. قال: لا واه ظلام، هاد السمية غير تعداو عليك بها. نظراتها تحولات الحزن، تفكرات أن هاد الاسم مجرد اختيار ديال شي حد من الملجأ، ما عرفاتش حتى شكون عطاها هاد الاسم. كان كيراقب حركات وجهها بحال شي طفل صغير، حركاتها طفولية، وهو يقول: صافي تقدري تمشي. قالت: واخا سيدي. خرجت وسدات الباب موراها، أما هو جلس كيشرف قهوته وكيدخن سيجارته. كمل قهوته ودخل الدوش، خرج وتلاح فوق الناموسية. من بعد هذا اليوم الشاق المتعب، أما نور بقيت كتجمع هنا وهنا وهنا باش تلف الوقت، لحقاش قنطات. كانت كتحس في الملجأ أنها سجينة، ودابا عندها نفس الإحساس بالسجن. نهدات ومشات لركن من أركان القصر وجلسات، ما حسيتش بالنعاس اللي وصل لعينيها، حتى هي دوزات يوم شاق ومتعب. دازت ساعات حتى حسات بشي حد شادها من شعرها، ما عرفتش باش تبلات. قال: نوضي يا هاد المتشردة، واش حساب ليك عندي وطيل انا هنا؟ ناضت ووقفات قدامه وإيدو مازال في شعرها، ولكن هو كان طويل عليها. قالت: صافي اطلقني، شنو بغيتي؟ سرحات في عالم احلامها. قال: واش غدا تبقاي حاله فمك فيا؟ سيري وجدي ليا العشاء. قالت: اوكي، وبدات غادة وعاود شدها من شعرها، وهو يقول: واش قلت ليك سيري؟ بقات كتمتم: لا ما قلتيش ليا. وهو يقول: ايوا هاد المره ما تحركيش من قدامي حتى نقولها لك، ودابا سيري جيبي ليا قهوه هي الاولى، وعاد صيبي ليا العشاء. ها، وصيبي قهوه ايطاليه ماشي داك الماو الزغاريت اللي درتي ليا قبيله. قالت: واخا سيدي. مشات وهي ما عارفاش كيفاش هاد القهوه الايطاليه اصلا، هي كتعرف غير قهوه مطبوخه مع الحليب. مشكله، دخلت للمطبخ وصيبات قهوه وجابتها ليه، اما هو كان جالس كيقرا في جورنال. حطاتها قدامه وشاف في القهوه وفيها، وقال: هادي هي قهوه ايطاليه. بدات كتفتف وقالت: انا ما عرفتش هاد القهوه الايطاليه. غوت وقال: واشنو كتعرفي هاد المتشرده؟ عينيها عمرو بالدموع، هي عارفه راسها متشرده، ولكن اهانته ليها ديما بهديك الكلمه كتجرحها. قال ليها: سيري دي عليا هاد القهوه، احتاج جي حبيبه غدا، وهي اللي غدا توريك كيفاش كنشرب قهوتي، ودابا سيري في حالك. خلاته ومشات وهو يقول: حمقى. دخلت للمطبخ كتوجد العشاء اللي قال ليها، ودموعها في عينيها، حتى كتفاجئ بيه واقف موراها على جنب الباب ومتكي وكيشوف فيها. دارت عنده وهي كتحاول ما تهش راسها باش ما يشوفش دموعها، وقالت: نعم سيدي، بغيتي شي حاجه؟ جاوبها ببرود: مالكي كتبكي؟ توترات من سؤاله، ولكن ما بغاتش تخليه يشفق عليها، وهي تقول: لا والو، البصله حرقتني في عيني. ابتسم وقال: حمقى، حيدي. حيدها من طريقه وخد القهوه وقال: اجي تشوفي كيفاش كتصايب. نسحات عينيها ووقفات حداه وحلات عينيها باهتمام، كتحاول تتعلم باش ما يغوتش عليها مره اخرى، خصوصا بهذاك الصوت اللي كيجيب ليها الرعب. كمل وقال: هادي هي القهوه الايطاليه، وضربها على راسها وهز الفنجان، وقبل ما يخرج قال: هاك كنبغيك تصايبيها مره اخرى. حركات راسها بمعنى حاضر، وجا الليل وحطات ليه العشاء ووقفات. قال ليها: جيبي لك وجلسي تاكلي، ماشي غادي ناكل بوحدي. قالت: نعم. قال: قلت ليك جلسي تاكلي، واش ضروري نعود معاك الهضره جوج مرات؟ وهي تقول: ها اوكي، اصلا في الجوع، واخا نجيب بزاف ياك سيدي. ما جاوبهاش وكمل ماكلته، جاب الطبسيل ليها وبقيت كتاكل بشراهه، النهار كله ماكلاتش. حبس ماكلته وقال:
واش انتي ديما كتاكلي هكا؟ جاوبت فمها عامر وقالت اه هكا، كمل ما كلتو. وكانت مرة مرة كتشوف طريقته في الماكلة بحال شي أمير. قالت في نفسها أنا بالمعلقة وما مقاداش ماكلتي، فرق كبير يا نور. زعما بحال هاد النوع درجال كيشوفو في وحدة بحال النوع ديالي. عاد تفكرت القصة الجميلة والوحش اللي كانت قرات لنا السيدة خديجة في الملجأ. في القصة كانت جميلة والوحش، ولكن في الواقع بصراحة أنا هي الوحش وهو الجميل. ورجعت بعينيها للصحن ديالها كملات ماكلتها. ناض من فوق الطابلة وتكلم، قال غدا غادي يجيو الخدامة بكري، هما غادي يوريوك القصر وأشنو تقدري ديري. خوات فمها وقالت اه واخا سيدي، ومشى وخلاها. جمعت الطبلة وغسلات المحن ووصلت تسعود، كانت سالات كلشي. خرجات وسدات الباب ومشات لدارها، أو بالأحرى البيت اللي في السطح. كانت مسافة طويلة تمشاتها على رجليها، لحقاش فلوس الطاكسي طبعا ما عندهاش. جات في بالها صفاء وهبة، توحشاتهم بزاف وعينيها عمرو بالدموع. أخيرا وصلت لمسكنها وسط حي شعبي، حلات الباب ودخلات وطلعت لبيتها. تلاحت بحويجها ما قدرت تبدل من كثرة العين، حطت راسها على المخدة وكيف ما العادة جالت أفكارها كل لحظات اللي مضات من عمرها ومن يوم طفولتها في الميتم والحياة في الزنقة مع هبة وصفاء، وأخيرا هداك الشيطان اللي طاحت فيه واللي دخل حياتها المدمرة. وزادها دمار في دمار، صوته مازال كيدور في ودنيها. أصلا هو ما كيهدرش بحال الناس، كلامه كله غوات وأوامر. المال كيخلي الإنسان متكبر، كيأمر فقط، كيشوف الفوق ديما. أفكارها خلتها تشكر الله على نعمة الفقر، لحقاش هي ما كتخايلش راسها هي غنية ومتكبرة وكتعطي غير الأوامر. وأخيرا قدرات من شدة العيا تغمض عينيها وتنعس. وفي القصر عند جوزيف فاق من نعاسه ونزل من الدروج وهو كيغوت، فينك هاديك المتشردة؟ ايه فينك، جيبي لي كاس الماء. فين مشات هادي على حمقة؟ قالها وهو كيحل في غرف الخدم، لربما يلقاها نعسة كيف ما ديما. اصلا ما كتعرف تدير والو من غير النعاس. هاد الحمقة فين مشات؟ خدا كاس الماء ورجع لبيتو، شرب الماء وكانت المرايه قبالته وطاحت عينه على الوشم اللي في صدره صوفيا. تفكرها وتفكر الحب الكبير اللي حبها وعينيه ظلامت ملي تفكر الخيانة ديالها. انتقم منها، عذبها هي وعشيقها، ومع ذلك ما بردش قلبه. ابتسم بشر وقال كلهم عاهرات، وضرب الكاس مع المرايا في محاولة منه باش ما يشوفش مازال هذاك الوشم. رجع لبلاستو سد عينه ونعس. وعند نور فاقت بصعوبة، كتحس بالعظام ديالها كلها مهرسة. شافت في الساعة وناضت نوضة وحدة 8:30، قالت ناري تعطلت، اليوم يقتلني داك الشيطان. غسلات وجهها وسنانها وخرجت كتجري حتى المحطة الحافلة. عاد وقفات تحنات وبدات كتنفس بصعوبة، كانت عينين كتنظر ليها من زجاج طوموبيل أسود، عينين جوزيف اللي كان معصب عليها، معصب على التأخر ديالها حيت فاق وملقاهاش. قرب طوموبيلته ليها وهبط الزاج وقال طلعي، غير شافته المهبط ليها في ركابي. وقربات بشوية للطوموبيل وطلعت، كانت في هذيك الطوموبيل الفاخرة ديال الشيطان، كتحاول تبرر التأخر ديالها. أما هو ما نطق حتى شي كلمة، وخا إيدو كانت مزيرة على الفولون من شدة الغضب ومن صداع اللي دارت ليه في راسه من كثرة الهضرة. وهو يقول سكتي. هاد الغوطة خلات الدم يجمد في عروقها وسكتات. أخيرا وصل الباب كبير كان كيبان شركة مكتوب اسمها على الباب، ولكن بطالتنا للأسف ما كتعرفش تقرأ. هزات راسها كتشوف هاد المبنى الشاهق بإعجاب ودهشة، احتقفزها صوته تبعيني. تبعاته
وأفكار كتيرة في رأسها. مع الدخلة كان الحارس في الباب طحنا باحترام. هي كانت كتشوف فيه ببلاها، وجوزيف كيشوف فيها بنص عينه، ونظرة الأسى اللي بانت في عينها للحارس. دخل لسونسور وركبت معاه، وأخيرا وصل للطابق السابع وهي تابعاه كالحمقى. أدخل ووقفت السكرتيرة ديالو احتراما ليه، أما نور بقات تابعه ولكن عينيها مازالين على السكرتيرة كتشوف فيها من راسها لأقدامها، وفي اللباس القصير اللي لابسه والماكياج اللي دايرة. جوزيف وقف، الشي اللي خلاه وجهها يضرب في ظهره، وقالت أي دار عندها، وقال مرة أخرى بقيت ردي البال الحمقى. أوكي، ما سمعتش كلام، كانت كتحك في نيفها في محاولة لتخفيف الألم، وتبعاته للمكتب. ادخل وجلس على الكرسي، بعدها هز التليفون واتصل. دقيقة وجات السكرتيرة، شافت في نور بتعجب وحطت ملفات على المكتب، وقالت سيدي هاد الملفات شركة أدهم وشركائه اللي وصيتيني عليهم. قال أوكي خليهم تما. أما نور كتتبع الأحداث في صمت، وعينيها كتدور من سكرتيرة لهداك السيد. وجوزيف حل الملفات وبدأ كيقراهم، وفرمشت عين جات الأفكار لرأسها، والحزن بان على ملامحها كتقول سعداتهم كيعرفوا يقراوا ويكتبوا، وهديك السكرتيرة لابسة مزيان وباينة فيها قارية. الصمت والشرود ديالها حسس جوزيف أن شي حاجة واقعة عندها، وهو يقول مالك تاني؟ ما جاوباتوش، وهو يقول راني داوي معاك هذيك الحمقى مالكي. قفزات من أفكارها وشافت فيه وقالت أنا لا والو غير سهيت. قال وفاش؟ قالت وهي خايفة لا والو صافي غير نسى. رغم أنه ما كتعجبوش طريقة الهضرة ديالها، ولكن كان كيستحملها، ولحد الآن مازال ما عارف علاش، في حين أن العالم كيركع عند رجليه احتراما. رجع للملفات بعينيه، قالت بغيت نسولك. هز عينيه وهو يقول هضري. قالت لي كيفاش كديرو تقرا؟ الصدمة كانت في عينيه، وهو كيحاول يخبيها بملامح جامدة. قال كنقراو بحال كاع اللي الناس كتقرا، كتشوفي في الكلمة وكتعرفي معناها بسهولة. سكتات وقالت في خاطرها ماشي كاع الناس كتقرا، وهو سكت وخلاها شاردة في أفكارها. بقيت كتخربق في إيديها وكتلعب بصبعانها من الملل، حتى عيات وهي تقول نقدر نمشي للخدمة ديالي. قال لها جوزيف لا غتبقاي النهار كامل هنا، عقاب ليك على التعطال اللي تعطلتي. قالت هنا راه الملان، ما عرفتش كيفاش كدير تبقى النهار كامل ورا هداك المكتب. واو الصبر ديالك كبير. وهو يقول جوزيف من بعد معي من كلامها، قال الصبر ديالي غيتقادى معاك الا ما سكتيش. وهي تقول واخا صافي انا غدا نسكت. وصل وقت الغدا وناض جوزيف من بلاصتو وهي تنوض فرحانة، قالت أخيرا غنمشيو فحالنا. ابتسامتها ما كملاتش فاش قال ما غتمشي فين، غنمشي ونتغدى ونرجع. خرج وتبعاتو تحت نظرات السكرتيرة اللي نظرت الاستغراب في وجهها ملي شافت نور، وهزات التليفون وصونات على صوفيا. قالت لها صوفيا سارة أهلا كاين أخبار جديدة؟ وهي تقول سارة إيه سي جوزيف جا معاه واحد البنت كتبان بحال خدامة، ولكن بصراحة زوينة بزاف، ناري عرفتي عينيها بحال اللؤلؤ وشعرها طويل. قطعتها صوفيا وقالت صافي سكتي على المصيبة. وهي تقول سكرتيرة سمحي لي مدام صوفيا غير حيت انتي كنتي وصيتيني باش نعاود لك كل شي بالتدقيق. قالت صوفيا وفين هما دابا؟ قالت ليها خرجوا يمكن يتغدى. قطعت التليفون وهي تقول صوفيا اوكي سي جوزيف فضلتي خدام عليا، هادي كتر من عام وانا كنحاول معاك وانت مازال متعلق بمتشردة،
أنا غدا نوريك الحقيرة. لبسات حويجها وخرجات، وفي مطعم قريب من الشركة كان كيبان ديال الناس الأغنياء، جالس جوزيف ونور ما زال كتاكل بنفس الطريقة. جوزيف كي يأكل كيف ما العادة بطريقة الأمراء، وهو يقول جوزيف صبرك يا الله، وناد وتبعاته حال شي دري صغير. ركبوا في الطوموبيل ورجعها للسجن اللي هي الشركة، سماتها نور سجن. دخلوا والحارس دار نفس الحركة. نور بنظراتها كيف ديما كتشوف في الحارس وتابع جوزيف. في لحظة رجعت اللور وهدرات بشوية مع الحارس. شوف أنا وخا ما قارياش، ولكن غدا نقول لك واحد الجملة سمعتها من اللي كنت صغيرة. لا يستطيع أحد ركوب ظهرك إلا إذا انحنيت. سمعتي؟ الحارس بقى مصدوم، وجوزيف كيشوف فيها، وحتى هو وجهه كانت عليه الصدمة أكثر من الحارس. أول حاجة ما قارياش، وتاني حاجة كلامها للحارس حمقى ومتمردة من الفوق. طلعوا في لاسانسور ودخلوا المكتب تحت نظرات السكرتيرة، ورجعت للزنزانة ديالها مكتب المدير. جلست على الكرسي المقابل جوزيف، ولحظات حتى قفزات من بلاستها بسبب صوت الباب اللي تحل بالجهد. ابتسم جوزيف وقال صوفيا اهلا، اشنو كديري هنا؟ وهي تقول صوفيا هادي اللي اشنو كدير هنا عندك في المكتب ديالك؟ كان الغضب باين على وجهها. وقفت على راس نور وهو يقول لها جوزيف انتي اشنو كديري هنا؟ نور هربت ووقفت موراه كأنها كترجاه ينقذها من هاد الشريرة. وقف وقاد الكوستيم ديالي، قال شنو جيتي ديري هنا صوفيا؟ تغيرت ملامح الغضب للبرود عند صوفيا، وقربت لي ودارت ايدها على صدره. ونور واقفة كتطل عليها مورا وهي تقول صوفيا حبي توحشتك وجيت نشوفك، قالتها وهي كتلعب في صدره. بعد لها ايدها وقال لها سيري في حالك، قلتها ليك هادي عام، وقلت ليك عمري ما غادي نسامحك بعدي من طريقي حسن ليك، راكي عارفاني شنو نقدر ندير فيك. الخوف كان باين في نظراتها، ولكن محاولات الإغراء ما وقفتهاش. قالت جوزيف أنا كان بغيك، عافاك سامحني، كان واعدك نتبدل. وحاولت تنزل دموع التماسيح من عينيها. قال ما بقيتش بغيت نشوفك. ابتسمت نور ابتسامة عريضة ما عرفتش علاش، ربما حتى جوزيف قمع صوفيا الشريرة، ولكن ابتسامتها ضاعت من لي صوفيا بعدات القميص ديال جوزيف شوية على صدره، وعرات على الوشم اللي بسميتها وقالت سميتي في قلبك جوزيف، وعمرك ما تقدر تنساني. صوفيا كان اسمها موشوم فوق قلبه. ابتسمت بالشر وانتصار على نور اللي عينيها كانوا محلولين على أخرهم في صدر جوزيف، والوشم ما عرفاتش تقرأ، ولكن من كلام صوفيا باين المعنى. بقيت كتشوف وعينيها عمرو بالدموع، وجوزيف مازال في بلاستو وهو يقول خرجي في حالك صوفيا. هزت ساكها وقربت ليه وباستو فمو بخفة وهي تقول باهي غنشوفك من بعد. جوزيف ما دار حتى شي ردة فعل، أما نور هبطت راسها وخرجت من المكتب في اتجاه قصره. مشيت على رجليها رغم أن المسافة بعيدة، غادة وكتبكي وكتكلم مع نفسها بصوت ضعيف ومسموم، باين كيبغيها بزاف، أصلا هي زوينة ولباس عليها، لباسها وريحتها وكل شي فيها غالي وزوين، حدها في الحب كبير ماشي بحالي أنا، ما عندي حتى اسم عائلي. من كثرة التفكير ديالها ما حساتش حتى وصلت للقصر. دقات وخرجت ليها شابة في العشرينات أو أكثر، قالت ليها نعم، قالت السلام أنا نور. ما خلاتهاش تكمل وهي تقول ليها أنتي الخدامة الجديدة اللي قال لينا السيد عليك، دخلي. دخلت موراها، وصلتها الخدامة للمطبخ كانت فيه مرة كبيرة في العمر، قالت السلام. أما المرأة قربت لها وعنقاتها وقالت لها مرحبا بك بنتي. كان إحساس جميل حساته، عمرها سمعت كلمة بنتي من شي حد. ابتسمت بحزن وفرح مخلطين، وبعدت منها المرأة شوية
وتكلمات. قالت: أنا سميتي حبيبة، وانت يا بنتي سميتي نور. ابتسمت المرأة وقالت: مرحبا بنتي، أنا هي الشفاهنة. شوفي، سيري مع أمينة غدا توريك التفاصيل دالقصر وشنو دير. وهي تقول: واخا خالتي. ومشات مع أمينة اللي فتحات ليها الباب في الأول، ولكن قبل هضرات المرأة المسنة وقالت: شوفي يا بنتي، قبل ما تبداي الخدمة رجعي للكوزينة وكولي شي حاجة عاد بداي. ابتسمت نور وتبعات أمينة. وفي العشية كان القصر كله هو هذا تمام يا تمام. وفي العشية كان كل شي واجد في القصر، الخدم ومعاهم نور قادوا كل شي. طابلة العشاء محطوطة. دخل جوزيف، ريحة العطر ديالو طغات في القصر. هيد الريحة كانت كتموت عليها نور، روعة، ربما لأنها معمرها شمات شي عطر غالي بهذا الروعة. وقفوا الخدامات وهما مقادات، أما هي وقفات في جنبهم وراسها في الأرض. قالوا: مرحبا برجوعك سيدي. ما عطاهم حتى رد وطلع لبيته، حيد حوايجو ودخل الدوش. كان كيحاول التخلص من الأفكار المشوشة ديالو، كلام صوفيا على الوشم ورد فعل نور. كمل الدوش وخرج بفوطة على نصه حتى كيتفاجئ بالباب تحل. وقالت: سيدي راه العشاء وجد. ما كملتش كلامها، وجهها والأحمر من المنظر اللي شافت. قالتها وهبطات راسها، وهو قرب ليها حتى بقى بينها وبينه سنتيمترات. ريحته وصلت لأنفها وقال: هزي راسك. وبحالي كيهدر مع جوته. قال: قلت ليك شوفي فيا ملي نكون كنهدر معاك. قالها بالغوات وهزات راسها وجات عينيها في صدره بحكم قصر قامتها مقارنة به وبالضبط على الوشم. وخا أمية، ولكن من كلام صوفيا باين سميتها، باين اسمها. وبقيت سارحة في الوشم حتى خرجها من سهوتها وقال: قولي ليا، انتي واش ما كتعرفيش الدقي وطلبي الإذن عاد الدخلي؟ قالت: اه اسمح ليا ما نعاودش. شدوا جهب ايدو شي اللي خلى الدم يتجمع فيه، وابتسم ابتسامة جانبية وقال بالإيطالي: انتي بنية زوينة. بقيت كتشوف فيه لحقاش ما فهمتش كلامه، وطلق وجهها وقال: من الأحسن ليك ما تعاوديش أهاد الحمقى، ودابا سيري في حالك، أنا غادي نهبط. أعطاها بظهره وحل بلاكار باش يجبدها يلبس، أما هي باقة واقفة. رجع بالجسد ديالو اللور وشاف فيها باستغراب وقال: غتسنيني حتى نلبس؟ ما عنديش مشكل، يمكن لك تبقاي. وقالها وابتسم بشر. وهي تقول: سمح لي أنا غدا نمشي في حالي للدار حيت ساليت خدمتي. قال: انتي ما غدا تمشي لحتى بلاصة يا هاد المكلخة، قلت للخدامة يعطيوك بيت، غدا تبقاي هنا نقدر نحتاجك. وهي تقول: ولكن سيدي راه عندك الخدامة، أنا خاصني نمشي لداري. قال: انتي ما غداش تخرجي من هنا أوكي، ودابا سيري من قدامي كتعصبيني. خرجت بحزن وقالت: أوف على شيطان. قالتها بصوت خفيف، ولكن هو سمعها وابتسم على حماقة. كيلبس في حوايجه وهي في باله، كيخليوه يبتسم. جوزيف الرجل الشيطان، فعلا هي ما ضرماتوش باسم الشيطان، لا رحمة في قلبه، ولكن هاد البلهاء كتخليه يبتسم. كيبغي وجودها وكيبغي تلقائيتها.